توقيع اتفاقية مهمة جدا بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، وهذه الاتفاقية مهمة جدا تجي اهتداء بالتوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله والأهمية الكبرى التي يوليها للنهوض بوضعية المرأة، وأيضا تفعيل وتنزيل التزامات البرنامج الحكومي حول رفع النشاط الاقتصادي بالنسبة للنساء. فهذه الاتفاقية عندها عدة محاور. المحور الأول هو تتبع ديال تنفيذ الالتزامات ديال بلادنا على الصعيد الدولي، خاصة مثلا أمام اتفاقية السيداو لمحاربة جميع أنواع التمييز ضد المرأة، وأيضا تأتي في إطار مواكبة ديال التفعيل أو تنزيل ديال الخطة الحكومية الثالثة البيجيو 3 اللي هي تجي كما تعلمون في إطار استراتيجي للمساواة والمناصفة أفق 2035. فهذه المواكبة كتهم تنزيل كما قلنا تفعيل التزامات وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في هذا الإطار، خاصة فيما يخص برنامج تمكين والريادة يعني تمكين الاقتصادي للنساء، أيضا برنامج فيما يخص محاربة العنف ضد النساء خاصة العنف في الوسط العمومي مثلا، أيضا تأتي في إطار دعم اقتصاد الرعاية اللي هو واحد الاقتصاد جديد اللي كنشتغلوا عليه، لأن عنده أهداف أولا تحرير وقت النساء وخلق، ولكن أيضا خلق فرص الشغل بالنسبة للنساء، سواء النساء اللي غادي يكونوا كيشتغلوا في هذا الإطار أو النساء اللي غادي يكون تحرير الوقت ديالهم باش ممكن أنهم يشتغلوا في مجالات أخرى. وأيضا أريد أن أشير إلى محور آخر اللي هو السياسة العمومية، خاصة فيما يخص مواكبة الأسرة في التنشئة الاجتماعية وتملك ثقافة المساواة داخل الأسرة. إحنا اليوم في إطار عقد شراكة ما بين وزارة التضامن وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وكتخص هذه الشراكة الاشتغال على تفعيل ديال اتفاقيات القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، وسميتو البروتوكول أوبسيونيل ديالها. كيف ما كتعرفوا المغرب اليوم ضم البروتوكول الآليات الأممية اللي كيشتغلوا بها جميع الإطارات، وأيضا الاتفاقية غادي نشتغلوا على تسميتو العمل على استراتيجيه الجسر ديال الوزاره اللي ستتمكن من اننا نشتغلوا على ثلاثه ديال المحاور الاساسيه اللي هي لارمونيزاسيون دي لوا، دونك سميتو الملائمه القوانين المغربيه مع المعايير الدوليه ومع الدستور ديال المملكه، وايضا اللي غنشتغلوا فيه هو ايضا بعد في اضافه الى الملائمه وقضيه ديال الحقوق ديال النساء غنشتغلوا على التمكين الاقتصادي أيضا للنساء، وأخيرا على ثالثا وليس أخيرا ثالثا على سميتو ثقافة المساواة بين الجنسين.